وش شجع؟ اللي شجع ولدي. وش شجع ولدك؟ اللي شجع أبوه. لا صحيح شجع. حرج هذا الموضوع. يعني لا تعتقد. شوف. تعتقد خليني أسألك سؤال هنا. تعتقد لو جاوبت ممكن يخسرك؟ أكيد. الواقع يخسرك. أكيد أكيد. تفضل إنك لا تفصح. لا ليس شوف. أنا أفضل أن لا نقيم الحق والصواب والخير والنافع والضار وكذا من خلال نظارة الألوان. يعني أنت تخشى الحين وتخاف أنه لو قلت ميولك المدرج المنافس لميولك كل ذا الكلام اللي قلناه ما يقبل اليوم. قد ما أقول مو بكل الناس كذا، لكن قطعا أنه سينظر إليه بزاوية مختلفة. كما أن لو أفصحت عن ميول، طبعا على فكرة أنا ترى متابع لست مشجع، يعني أتابع الفرق كلها أتابع لأني أرى أن الرياضة جزء أصلا من مد جسور التواصل مع الناس. يعني ما يقدر شلون تسولف مع أحد ما تعرفه، الرياضة أصبحت يعني متنفسا وجسور تواصل. لكن ليس بالضرورة أني مشجع أغير جدولي بناء عليها وأتحمس وخاصم وأزعل وأرضى، لا. إن لقيت وقت ناظرت المباراة، ما لقيت وقت ما ناظرتها. بس بتقول لي بعد الهواء ايه بتقول لي بعد الهواء.